صباح الخير مشاهدينا، وأهلا بكم في حلقة جديدة من الحدث. اليوم 25 شباط 2023. بسرني رحب باستوديو الجديد وزير الداخلية والبلديات السابق العميد مروان شربل. صباح الخير. صباح الخير إليك وإليك وللمستمعين بالجديد. مواضيع كثيرة، ولكن لبنان يتهاوى. آخر هذا السقوط كان في القضاء اللي بعد الأزمة تقف عنده. من كم يوم تابعنا توجيه رئيس الحكومة نجيب ميقاتي كتاب لوزير الداخلية بسام المولوي، يطلب فيه الإعاز للأجهزة الأمنية، الامتناع عن تنفيذ أي أمر قضائي يصدر عن القاضية غادة عون بملف المصارف. الوزير المولوي رأسا عمم المذكرة على الضابطة العدلية. لو كان مروان شربل ما زال وزيرا للداخلية، شو كنت تعمل؟ أكيد ما بعمل، أكيد بقول له بس تلقى الكتاب، بقول له لدولة الرئيس في عنا طريقة تانية، عنا طريقة تانية، لا نحن مننحرج ولا أنت بتنحرج، منصوصة بالقانون، بالمادة بالقانون 17 لقوى الأمن الداخلي. اللي هي أول شيء في ثلاث أمور بدي أنا سمع العالم وقول لهم، في ثلاث أمور تقوم بها قوى الأمن الداخلي وهي مش من صلاحيات قوى الأمن الداخلي. نعم. أول شغلة هو السجون. السجون، إدارة السجون مش لقوى الأمن الداخلي، وبالقانون هي من إدارة وزارة العدل. طرحت الموضوع لمن أنا كنت وزير بال 2012 واتخذ قرار، هي أول مرة بحكيها، واتخذ قرار بال 2012 إنه تنقل صلاحية، تنقل الإدارة من وزارة الداخلية إلى وزارة العدل بعد 5 سنين، يعني بال 2017. نعم. لازم تكون الإدارة موجودة. مرقت 2017 وصرنا بال 2023. يمكن هن مغلطين، يمكن بدهم ل 3017، لا نحن قلنا ل 2017. ها أول وحدة. ثاني وحدة مخالفات البناء. أنا ما العسكري اللي عندي منه مهندس ليعرف إذا في مخالفة ولا ما في مخالفة. ونحن ليش بدنا نغطس حالنا بمخالفات البناء؟ ونحن بنعرف انه البناء قديش له سمسره وعشوائي وفساد. صحيح. عملت كتاب انا وقت كنت وزير، نحن ما لنا علاقه بمخالفات البناء، نحن نؤازر ونتدخل لمساعده من اعطى هذه الرخصه، يعني رئيس البلديه اعطى الرخصه. اذا رئيس البلديه مطنش يصطفل هو بيتحسب، بس ما بيقدر، ما انه مهندس العسكري لحتى يشوف اذا هالبنايه مخالفة بنص طابق أو بربع طابق أو الطابق السفلي أعلى من الطابق، يعني في أمور مش مزبوطة. نعم. هي مش من صلاحيتنا، هي مش من صلاحيتنا، وبعدنا عم نمارسها. والصلاحية الثالثة اللي نحن عم نمارسها هو التبليغات، يعني أنا مذكرة تبليغ أو أحضار أو أي شيء صادر عن القضاء نحن ما لنا علاقة فيها. في عندهم مباشرين بيقبضوا معاشات، هلا إذا المباشر ما قدر بطريقة أو بأخرى وبشاف أنه إذا أنا بدي بلغ فلان لفلاني بيطلب مؤازرة قوى الأمن الداخلي. فإذا هون الخطأ اللي صار، ولا بلك نتحدث عن قاضي. طبيعي طبيعي كان لازم قوى الأمن الداخلي تقول له للقاضي، تقول له نحن عم ننفذ التبليغات هيك خلافا للقانون. بس عرفا من 20 سنة نحن عم ننفذ هيك. نحن ننفذ فقط مذكرات التوقيف، الجلب والأحضار والهاو، في مباشر وبيطلب مؤازرة قوى الأمن الداخلي. فإذا هالثلاثة هاو مش من صلاحيتنا، بس مغطسين حالنا كأجهزة أمنية وماشي الحال لنساعد اللي فينا نساعده. هلأ ليش عملها الرئيس؟ أنا رح لك ليش عملها الرئيس مئاتي. رئيس مئاتي حس أنه هلأ صار واقع بين شقوفين، شقوف إغلاق المصارف ومنعرف قديش تأثيرها السلبي على الوضع الاقتصادي والاجتماعي وعلى وضع الإنساني يعني. نعم. والشغلة التانية شاف أنه النيابة العامة التمييزية ومجلس القضاء الأعلى أصدروا هالأمور هيدي كلها وما حدا عم بتطلع فيها، علما بأنه ناشدهم أنه خيي القرارات اللي بتصدر عن هالقاضي أنتوا قلتوا أنه مش مزبوطة. طيب. نعم. مين بده استعجل وراح لحتى يرضي جمعية المصارف، وجمعية المصارف باعته إياها بأسبوع، بس عطته مهلة أسبوع امبارح شفناها. أنا بدي هون وجه كلامي لجمعية المصارف، أنتوا جمعية المصارف
ونحن بنعرف انه صاروا بيطلعوا نواب، عندهم نواب تابعين لمصارف. مين قصدك؟ بدون ما سمي، واضحين على كل حال. انت بدون ما سمي، بكره يمكن يشتغلوا ليطلعوا رئيس جمهوريه، ويمكن اكثر من هيك، يمكن هن رئيس جمعيه المصارف اذا كان ماروني، ويمكن حيكون ماروني على طول، يكون هو يشتغل ليعمل رئيس جمهوريه، يعني مثله. وين الغلط؟ ما في غلط، بس انك انت تستغلي وظيفتك تتعاملي رئيس جمهوريه، هذا مش مسموح. مشان هيك الماده 49 بالدستور اللبناني، هو اكيد هو مش موظف، بس انا عم بقول انه كمان بيحلم رئيس جمعية المصارف انه يعمل رئيس جمهورية. هيدي مافيا، هي اقوى مافيا اليوم، هي اقوى مافيا على الساحة اللبنانية. انا ماني ضد المصارف، انا بس اعترفوا انه انا حطيت مصرياتي عندكم، انتم مسؤولين عنهم، وهودي المصريات، هودي المصريات بعتوهم لمصرف لبنان. مصرف لبنان انتم بكم تدعوا عليه، انا ما بدعي على مصرف لبنان، انا بدعي عليكم، وانتم بتدعوا على مصرف لبنان، ومصرف لبنان بيدعي على الدولة، بس مش انا اتحمل المسؤوليه وتقولوا لي روح ادعي على الدوله. انا مصرياتي عندكم، انا ائتمنت فيكم، بس لو كنت انا عارف انه انتم اصحاب المصارف مهربين مصرياتكم من 2014 وما عندكم ثقه بالمصرف تبعكم، يا ريت قلتوا لنا، ما كنا حطينا مصرياتنا عندكم، كنا تركناهم ببيتنا تحت المخده. عيب عن جد، عيب. حضرتك وزير داخلية سابق بمرحلة مهمة كنت بلبنان، وكمان معرفت، مع أنه في كتير ناس عارفوا. أنا ما بتعطى بالشأن الاقتصادي، ولكن ما بعرف كسياسيين عارفوا. أنا ما بتعطى بالشأن الاقتصادي، بس أنا اللي بيهمني كنت اسمعه لحكي مصرف لبنان يقول الليرة بألف خير، قول أنا معه حق. وشوف أنا كل يومين ثلاثة بيبعتوا له شهادة فخرية من أمريكا، من أوروبا، من تنزانيا، من شهادات قد ما بدك. تاري طلعوا الشهادات اللي بيعطوا إياها، فاتح حساب عندهم. إذا بدنا نرجع على القضاء، معالي الوزير، يعني عم بتقلي أنا ما بنفس كنت قرار ميقاتي، وبتخالفوا للوزير بسام المولوي إنه راح ودغري نفذ. أكيد، لأنه يعني بده الرئيس، بده وزير الداخلية كمان يراعي، شو يراعي، يعني في موقف سياسي اليوم، يعني مع غادة عون في موقف سياسي، مع مدعم تمييز في موقف سياسي، مع مجلس القضاء الأعلى في موقف سياسي، مع القاضي بيطار في موقف سياسي، اليوم في سياسة بالموضوع. نعم. يعني كل واحد عم بيخيط القانون مثل ما بده، وبيشوف وين فيني أنا فوت بهالقانون لأخذ موقف بالسياسة على الشخص اللي أنا ما بدي إياه. هذا الخطر بالموضوع. مشان هيك أنا بقول لك إنه أول مهمة رئيس الجمهورية اللي بده يجي عن جد يعمل تطهير. التطهير ببلش بمؤسسة القضاء وينتهي بمؤسسات الدولة كلها. برأيك فرطت مؤسسة القضاء لحد هلأ؟ يعني وقت اللي بتشوفي قاضي بيدعي على قاضي، وقاضي بيحط مذكرة توقيف بقاضي، وقاضي بيمنع قاضي يسافر، شو بتقولي انت؟ لوين بتروحي اذا سرقوا لك بيتك؟ لعند اي قاضي؟ على كل حال قايلها الرئيس بري بالزمانات انه نحن ما بنروح على القضاء. ضعيف بيروح، ضعيف بيروح على القضاء. وانا وياك نحن ضعاف، انا وياك قوايا. لا مش هيك، ما بنروح. اعوذ بالله من دار الاحمر، كيف بدها تكون ضعيفه؟ على كل حال الازمه كبيره لم تحل، وصلت وهي كانت انطلقت من مجلس القضاء الاعلى مع ملف المرفأ، ورجعت برمت ووصلت لمجلس القضاء الاعلى اللي هلأ المناوشات والمشاكل فيه. تابعنا مقال اليوم الصحفي يوسف دياب الذي تحدث مع القضاة اللي انسحبوا. بالمقابل القاضي سهيل عبود يقول نحن اجتمعنا لمدة ساعتين، فك الاجتماع بسبب انقطاع الكهرباء، وتم التوصل إلى هذا القرار من مجلس القضاء الأعلى اللي بيتوجه وبناقد خطوة الرئيس ميقاتي. ستنا ليش بدنا نسمع فلان وفلان وروح لعند فلان وفلان؟ نعم. ما في تسوية سياسية، ما في قضاء، خلاص نقطع على السطر. ما في تسوية سياسية، ما في محاسبة لحدا، ما في تسوية سياسية، ما في كهرباء، ما في تسوية سياسية، ما في أدوية، ما في تسوية سياسية، ما في بنوك ومصارف، ما في تسوية سياسية، ما في مدارس. ما هلأ عبكرة بدها تجتمع الحكومة لحتى تعطي مصاري، هي تسوية. صحيح. مش تسوية، ها؟ أوكي. إذا ما في تسوية سياسية، القضاء ما له علاقة بالموضوع.
بس القضاء هو أساس الدولة. مزبوط. لا قضاء لا دولة. يعني هيك أنا قلت لك أول مهمة لرئيس جمهورية أول لأنه هيدي شفناها بعهد الله يرحمه الرئيس شارل الحلو. نعم. لازم ترجع اليوم لازم يكون في تطهير مش بس بالقضاء بكل مؤسسات الدولة وحتى بالمؤسسات الأمنية يكون في تطهير. تطهير منه عيب. تطهير قضاء. تطهير. نعم تطهير للقضاء أيضا. يعني برأيك في قضاة مثلا. مش التطهير اللي بيفكروا فيه هن. كيف يعني ما هو تطهير تطهير. أكان بأي إطار معين. لا مش بس يخلق الولد بيطهروه لا. يطهروه يشيلوه من مركزه. أهم تطهير بده يكون بالقضاء. بالمؤسسة القضائية. لأنه بالنهاية كيف بدك تشوفي هلأ. حتى لو مشيت الأمور. وانتخبنا رئيس جمهورية. في خلافات قوية سياسية بين القضاة. في خلافات سياسية. في قضاة قدموا استقالتهم. نعم. لأنه وفي قضاة تمت يعني إقالتهم. طبعا تمت إقالتهم. في أقول لك المشكلة هي مشكلة سياسية. ووقت اللي بنحشر السياسة وبيشوف أنه الهيئة الدفة مش مايلة لإله بديرة طائفية. دغري. دغري. يعني عنده مخرجين. مخرج سياسي. أنا حزبي وإذا شافه ضعيف بدير على الطائفية ما بيصير هيك دولة لا تنبني ما فينا نبني دولة ما فينا نبني دولة أي مؤسسة بعد واقفة على إجريها يعني المؤسسات الأمنية كتر خيرهم بعد هؤلاء اللي واقفين على إجريها في خوف عليهم أكيد أكيد ستنا يعني بتعرفي شو أنا قلت قبل بمرة شفت منظر هيك دمع لي عيني نعم عم بحكيكي جات وقلت على التلفزيون يمكن حدا سمع المؤتمر الصحفي اللي انعمل وكان حاضر قائد الجيش ومدير عام للأمن قوى الأمن الداخلي والسفيرة الأمريكية نعم عم بتربحنا جميل إنه بتعطي الجيش وعسكري قوى الأمن $100 بالشهر على 6 شهور يعني أنت تتصوري شو بقول له لحزب الله أنا شو بقول له لحزب أعطينا سلاحك هي شو بقول له الله رح يقول لي لا يا حبيبي أمن له $100 بالأول أمن له عدس وحمص مبارح بعتولنا القطرية عدس وحمص للجيش الحق مش على الجيش الحق ولا الحق على قائد الجيش ولا الحق على مدير عام قوى الأمن الداخلي برافو عليهم عم بيعملوه الحق على هيك دولة على هيك مؤسسات على هيك مصارف كانت عارفة إنه الانحدار رايح والحق على حاكم مصرف لبنان ومش بس لوحده والهيئة الرقابة على المصارف ورجال التحقيق بالمصارف الحق عليهم يلي خلوا المواطن يوصل لهون ما انذرونا ما قالوا لنا شو اللي لازم نعمله ما قالوا لنا هل المصارف تتحمل المسؤولية او طبعاً. الدولة كسلطة سياسية طبعاً. اوصلت لهم المصارف كانت مبسوطة انا بقول لك انا مع انه تبقى واقفة على اجريها بس مش بهالشكل يعني كيف بدي اقول لك مش عم لاقي الكلمه المهضومه اللي بتلبق لهم يعني كيف هالحكي انتوا خنتونا انتوا وقت بتجي انت بتتلفن لي وبتقول لي تعال خيي انت اللبناني اللي معك حوله لدولار وبنعطيك فايده 10% على الدولار يعني انت عم تستدرجني انت كذبت علي انت ضحكت علي الوزير وهاب بيقول انه نحن الحق علينا لانه فتنا معهم بهالسرقة لا مش نحن الحق علينا نحن ما كنا عارفين هيك لو كنا نحن عارفين هيك انه بالنهاية طيب هذا اللي قابض تعويضه هذا معتر معه $20,000 قبضهم اجوا قالوا له تعال حولهم لبناني وبنعطيك 14% بيحب يعمل حساب بيقول والله كتر خيرهم خيي بيطلع لي 500,000 بالشهر ببلاش بيعملها ولا هذا فقير معتر ما بيعرف لا منه شايف المصرف الا وقت اللي بفوت عليه ولا بيعرف شو الليره اللبناني ولا بيعرف شو الدولار ولا بيعرف شو بين بعضهم شو الفرق وكيف بيطلع هذا وكيف بينزل هداك لا مش مزبوط انا بقول لك يمكن هو عم بيقول الحق على هؤلاء الكبار الراسماليين يلي تابعتوا مصرياتهم لبرا وحق على رؤساء مجالس الاداره البنوكي يلي بعتوا مصرياتهم لبرا ومن 2014 عم بقول لك أنا عرفتها من شي شهر إنه حتى موظفين الكبار أغلبهم مش كلهم حاطين مصرياتهم برا لأنه عارفين إنه بدنا نوصل لهون طب إذا أنت عارف بدك توصل لهون عم بتغشني وبتيجي بتقول لي حول دولاراتك $20,000 حولهم للبناني أنت ليه عم تضحك علي وهلا اللي صاير شو
هلا اللي صاير شو البنوك يلي اذا انا بدي 100,000 دولار من البنك، هول 100,000 دولار صاروا 10,000 دولار. البنك مبسوط ومرتاح، مثل ما عمل انه حولها على الصيرفه، قال ما بعرف شو يعني، بيضحكوا عليك ونمشي فيها. نمشي فيها بياكل المواطن معتر. الشعب اللبناني انا وصفته بالمعتر وبالفاسد، لانه وقت الانتخابات رجع انتخبهم هن، انتخبهم هن زيتهم صحتين على قلبه. راحوا مصرياتك معالي الوزير؟ راح تعويضك؟ راحوا، مش كلهم، لانه كنت استعملت شيء كثير لابني، بس اللي انا تركته لعيش منه راح. كنت اقبض 5 مليون، هلا صاروا كان 5 مليون يعني كانوا 150 دولار. هلا صاروا 14 مليون، بس طلع الدولار ل 80,000، بعدهم 150 دولار. هني اذك يا بقول لك، بيضحكوا علينا، بيضحكوا علينا انه راح نعلي لكم الرواتب تبعكم. طب ما تعلي لي الرواتب تبعك، اترك لي 5 مليون بس نزل لي الدولار. لك شو عم تضحك علينا انت؟ شو يعني عن جد بتحسي انه في فرق كتير بين المواطنين هالمعترين باغلبيتهم، وفرق بين اللي حاكمينك. هني بعقلية شيء وبتفكير شيء. أنت كنت من الحاكمين ولكن من غير هذه الطبقة. يا ريت بدي أقول لك كانت الظروف مثل هلأ وقت اللي كنت أنا وزير. كانت ظروفي ظروف أمنية بامتياز. صحيح. حرب بسوريا وحرب بطرابلس وأحمد الأسير ومخطوفين لبنانيين بأعزاز ومتفجرات كل يوم وسيارات مفخخة واغتيالات. يعني أنا قضيت 90% من وقتي على الوضع الأمني. ما كنت فكر لا بالدولار ولم فكر بتعويضاتي ولم فكر انه ما تعلق ويحقق حلمه احمد الاسير وتعلق سني شيعي. نعم، هذا اللي تندم على بعض اللي يمكن انك ما انتبهت لامور معينه او ما كنت من مثل باقي الطبقه السياسيه الموجوده. لا انا مش كل الطبقه السياسيه، لا مش كلها، ما بدنا نجمل، ولكن انت معروف انك الوزير الادمي. انا مش بس الوزير الادمي، الوزير يلي ما كان له كلمه بوزاره الداخليه، لاني ما كنت حزبي بمجلس الوزراء، مش بالوزاره. بالوزاره لا، غصبا عن رقبته اللي بيقبل ولا ما بيقبل، بس بمجلس الوزراء ما كان في كلمه لاني ماني حزبي. كانت الكلام، وهون في لي نكتب هذا الموضوع. وقت بتعرفي انت بنقعد على الطاوله وبيقعدوا الوزراء بالبروتوكول، الوزراء اللي عاملين قبل بمره بيقعدوا قد ما فيهم، بيقربوا على رئيس جمهورية وعلى رئيس الحكومه، صحتين على قلبهم. الوزير اللي عامل اول مره بيقعد بدنا بالطاوله. نعم. طيب، والمسافه طويله وعلى الميكروفون. طيب تحكي انت وانا وزير الداخلية وفي جدول اعمال موجود، تدفع اصبعك ما حدا بيرد عليك. تدفع مثل الصف يعني. ايه بده، لانه دائما اللي حد منه، مين هن اللي حد منه لرئيس الجمهوريه ولا رئيس الحكومه؟ هن الوزراء الاحزاب. قالوا مره واثنين وثلاثه، خبطت على الطاوله قلت له يا فخامه الرئيس، شو نحن قاعدين بالطياره؟ يعني اللي عندكم هونيك بزنس ونحن ايكونومي، طيب كيف الحكي هذا؟ خلونا في شيء حتى، يعني اذا انت اعطيتي رايك وكان قرارك صائب انه هيك ماشي الحال بنشوفه، بس اذا انا كنت حسبي وقلت لهم قراري ما كنت نفذوه، هلا ما بيمشي الحال. وصارت بمجلس وزراء، قعد الوزراء قال انا بطلت اعمل اجتماع، بطلت احضر حزبي، هو فل على شهر ونص ما يحضر حتى نعمل له اللي بده اياه بدون ما اسمي لك، لانه بينعرفني. على كل حال معروفين اللي بدون قطع. قال انا ما راح حتى ينعمل اللي انا بدي اياه، وعملنا له اللي بده اياه. لو انا اقولها هذه شو كان صار؟ مشان هيك عم بقول لك بمجلس الوزراء يا بيكونوا الوزراء كلهم حزبيين ويقتلوا بعضهم، او كلهم غير حزبيين لينجوا. اما يكون في واحد حزبي واحد غير حزبي، الغير حزبي هو اللي بياكل قتله للاسف. قد ايه نحن بخطر امني حاليا؟ كله عم يحكي تتنحل بدها تنفجر، هل نحن ذاهبون الى تسويه؟ ننتظر متى ستتم هذه التسويه؟ ولكن لازم يسبقها دم، انفجار؟ لا ما في، انا ما في انفجار. اغتيالات، احداث امنيه، فوضى. هلا بنحكي، بدي لك شغله اليوم وهذا كلام موجه للسياسيين، انا بدي اقول لكم شغله، اي بلد بالعالم، اي كلارا، اي بلد بالعالم لا في كهرباء ولا في مي ولا في طرقات ولا في ادويه ولا في خبز، وكله بالصف بدك تعبي بنزين ومازوت،
طيب سمي لي دول بلد بالعالم فيها المواصفات اللي نحن عنا إياها وبعده واقف على إجراء. ولا بلد أساسا، ما حدا وصل للي وصلنا له. ما حدا وصل، بس نحن بعدنا واقفين على إجرانا بفضل الأجهزة الأمنية والعسكرية. أنا هون بقول لهم إنه بوجه كلامي للسياسيين، أنتوا السبب إذا صار في فوضى، أنتوا السبب إذا صار في مشاكل، والأجهزة الأمنية عايشة على مضض. يعني قد ما هو إنسان بالآخر، ما هو معاشه كان 500 دولار صار معاشه 30 دولار، وعم نبرتله هلأ ب 100 دولار، عم نبرتله ب 100 دولار. شو بدنا نعمل؟ شو بدكم تعملوا؟ ممسوك من الأجهزة الأمنية بس غير متماسك من المنظومة الحاكمة ومن الجهات السياسية. إذا صار في أي خلل أو صار أي مشكلة، أنتوا السبب مش الأجهزة الأمنية سبب. بتقدر الأجهزة الأمنية كجيش وقوة أمن وغيره تقدر تواجه أي ربما اندلاع فوضى في الشارع أو انقسام طائفي أو حرب لا سمح الله أو أي شيء أمني؟ بتقدر تضبط إلا من اللي قلتي انقسام طائفي، بينقسم الجيش والأجهزة الأمنية، وعنا لا سمح الله التجربة اللي صارت بال75. نعم، ولكن برأيك نحن بهذا المشهد؟ لا، ما رح، ما حدا بده، ولكن نحن إذا صار في شيء لا سمح الله نعود إلى ال75 وانقسام الجيش. لا، ما رح نصير بال75 لأنه الكل واعيين، وبعدين الحرب بدها إمكانيات، بدها طرفين على كل حال، بدها إمكانيات، كان بدها إمكانيات مادية. مين اللي عنده؟ ما بعرف إذا حدا عنده إمكانيات مخبئة. بدها قبول من الخارج وقبول من الداخل، هذه مش موجودة. هلا بيضل في خلايا نايمة هون ونايمة هون بتقوم بتحقق وبتستغل هيك ظرف وهيك أمور بتنعمل، بس الأجهزة الأمنية بالمرصاد كتر خير الله ما في حادثة عم بتصير، إلا ما خلال 48 ساعة بيكونوا حاطين إيدهم عليها. بس هل هذا سيستمر؟ هل هذا سيدوم؟ بدنا نشوف. وأنا دائما كنت أقول أحذر، لما أنا ما بحذر من ثورة الشعب لأنه شفناهن ما نعمل شيء، وما بحذر من إضراب القضاة، وما بحذر من إضراب المعلمين، وما بحذر من إضراب حدا إلا من إضراب العسكر. لأنه إذا العسكري قاعد بمكتبه ما بيضرب، ما رح يتظاهر لأنه بعده بيحترم القانون، وهو حالف اليمين، وبعدنا نحن حالفين اليمين، وبعدنا منردده أقسم بالله العظيم أن أقوم بواجبي كاملا حفاظا على علم بلادي وزودا عن وطني لبنان. هيدي اللي نحن شربناها بالمؤسسة العسكرية، وهيدي اللي بتبقى وبدون يحطوا لنا اياها بالتابوت وقت المنموت. بس انا ما فيني اقول للعسكري انه ما بقى فيني اعطيك مصاري، انت ما بقى فيك تحكم ابنك، انت ما بقى فيك تعلم ابنك. ساعتها بيقعد بالمخفر وبتجي انت بتتشكي عليه، بتقولي له سرقوا لي بيتي، بتقول اكثر شيء بيقول لك انا ما مني قادر اعمل شيء، لا عندي سياره ولا عندي نفس اني اشتغل لانه ابني عم يبكي مني قادر تعمي، روحي دبري حالك، سرقي بيت تاني حد منك بتزبطي امورك. هيك بتصير. هذا اللي مخوفني انا. قريب هيدا السيناريو؟ قريب. لحد هلا في 100 دولار بالشهر، اخر السنه بينتهوا. في 72 مليون دولار بعثوا لنا اياهم الامريكان مشكورين، وقطر بعثت لنا 60 مليون دولار، هاو بكفوا بين طبابة وتعليم ومعاش 100 دولار للعسكري لآخر السنة. هاي لآخر السنة. هلأ من بعد آخر السنة إذا ما انتخبنا رئيس جمهورية مثل ما بده برا، رح يقول لك وقفوا خيطة، وقفوا، بطلنا نعطيكم. يعني نحن هلأ وضعنا بين خيارين، إنه أو منردخ لبرا أو منشوف شو بدنا نعمل بالوضع الأمني هون. عم بحكيكي ورح نوصل له إذا هيك، إذا بقينا هيك. رح نحكي عن موضوع الرئاسة، ولكن هل قد برأيك الرئاسة هي شأن خارجي وليس داخلي؟ أمتين كانت شأن داخلي؟ وقتها كان الرئيس عون وتم انتخابه، كانت شأن داخلي، اتفقوا الأفرقاء السياسيين، وهذا سبب أنه عهد الرئيس ميشيل عون لم يكن عهدا قويا كالرئيس القوي، لأنه كان محارب عدا الأخطاء اللي هو عملها. ستنا رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة والوزارات المتعاقبة تأتي نتيجة صفقات وليست تسويات، سجليها عندك. نعم، هلأ الصفقة بين مين ومين رح تصير؟ ما بعرف. برأيك
بين الداخل والخارج، شو عم تحكي انت؟ ولكن بين اي دوله واي دوله؟ نحن ننتظر الاتفاق السوري، عفوا الايراني السعودي، الاتفاق الامريكي. اذا صار في صفقه بين ايران والسعوديه، لا بينحكى باليمن، تتسهل الامور. اذا صار في صفقه بين امريكا وبين ايران، تتسهل الامور. العقده اليوم هي ايران. نعم، العقده هي ايران. بدنا نبقى بالشأن الأمني قبل ما ناخذ فاصل، لأنه بعد الفاصل سندخل إلى الرئاسة. على الهامش جهات دبلوماسية حذرت من اغتيالات، هل بحسب معلوماتك اللي بعرف أنه بعدك أمنيا متواجد؟ طبعا مش متواجد، بتابع معهم، بدي خبرك شغلة بس ما أحكي التفاصيل. إسرائيل اليوم عم تلعب كيف بدي أقول لك، عم تستغل الظرف الاجتماعي. كان بالأول يكلفها المخبر أو العميل $1,000، هلأ بال$1,000 بتجيب لها 10-15 واحد، لأنه $100 بالنسبة لنا بتعمل 8 مليون. نعم. 8 مليون بنشتري تقريبا 3 تنكات أو 4 تنكات بنزين. بقى هي طبعا أنا مبلوم إسرائيل، وما بلوم الشعب اللبناني، بلوم المنظومة اللي وصلتنا لهون، بلوم كل المسؤولين اللي كان لهم حصة بتوصيلنا لهون. طيب قديش ألقوا القبض على عملاء؟ على عملاء بحدود فوق 100 واحد. نعم. تعرفي في طبعا الإفادات كلها ما بتنحط للقضاء، بتبقى سرية. في أشخاص كانوا حاطين من العملاء معهم أسماء اغتيالات أشخاص مهمة ليولعوا البلد. إسرائيل مش قابلة، مش إسرائيل إنه محتارة إنه كيف هالوضع هيك لأكل ولا شرب، وكيف بعده الوضع موجود، كيف بعده المواطن مهدد، كيف مضاين، منا قابلين. إسرائيل تحلم إن تقسم لبنان وتقسم سوريا ليصير في اتفاق مع هي، صلح مع هي، وتنتهي وترتاح، والولايات المتحدة بمقدمة الارتياح من إسرائيل، مقدمة الارتياح من إسرائيل إنه تريحها أمنيا حتى أمريكا ترتاح. يعني صحيح هناك تحذير للقوى، القوى الأمنية وجهته لعدد من السياسيين الكبار. صحيح. مين؟ صحيح. مثلا أنا بعطيك الحادثة اللي صارت بالكورة. تتذكري وقت اللي استشهدوا الثلاثة المعترين من بلدية، نسيت. صحيح. كانوا قاصدين شخص يقتلوا بدون ما سمي. نعم، انحكى بهذا الموضوع، ولكن الآن حاليا مش بس انحكى، وصار في تحقيقات ومحاكم. طبعا هلا في شخصيات تبلغوا. الشخصيات مين؟ ما بعرف. تعرف؟ لا، ما بيسوى ينحكى على. نعم، ولكن صحيح انه شخصيات كبيرة هي في شخصيات مهمة حاليا. في شخصيات مهمة طبعا. مش رح يغتالوا مروان شربل، لانه مروان شربل بيحزنوا عليه 24 ساعة وبفل. بدهم كله امباكت على الارض. ليش؟ لا يولع البلد. طبعا هيك بدها اسرائيل. نعم، نحن في طور انه نكون عجينة يولع البلد، نكون عجينة لاختراع لبنان جديد، ربما بغير اسم حتى، ولكن لهذه العجينة تتشكل حسب ما لازم يصير، شيء يريح لهم راسهم اقل. طبيعي كلارا، لمن انا بعرف انه هلا بكره انتخبنا رئيس جمهوري وبرا ما قالون، بساعتها بطمئن وبرتاح، بقول والله صار عندنا نفوذ، صرنا دوله. بس وقت الكل شيء متكلين، يعني انا سمعت وبقرا انه اللقاء الخماسي. طيب اخي، كان لقاء خماسي. طيب العمى ولو اذا معترفين برئيس مجلس النواب، واذا معترفين برئيس الحكومه، هلا الموجودين هم في رئيس جمهوري. طيب قولوا لهم انه نحن عندنا لقاء خماسي، ابعثوا لنا شي مندوب من قبلكم يحضر هاللقاء الخماسي ويعطينا ملاحظاته. هيك انتم بتقرروا عنا؟ اذا نحن كنا بلا كرامه برافو عليهم، بس نحن اذا عندنا كرامه ما بنقبل. ونحن نقبل، يعني احنا بلا كرامة. بعدين انا عملت تويت من شي جمعه انه خي وين السياده؟ نعم، كلهم بيقولوا مواصفات رئيس الجمهوريه، اول شيء سياده. يا خي اشرح لي شو معنى سياده، الا اذا كان كل واحد بيفسر كلمه السياده مثل ما بده. طب لما انا امريكا بتنتخب اكس من الناس هون وبتجبرني عليه، كيف هذا بده يكون سياده؟ هذا بده يكون زلمه الامريكان وزعيم الامريكان
وهكذا بالنسبة للكل، مش بس لأمريكا، لأوروبا نعم. ولسعودية ولا إيران ولا كل. نعم، بالشأن القضائي كمان هناك معضلة جديدة، وهي أو بالأحرى بالشأن الأمني اللي وقع عباس إبراهيم. حتى الآن 3 أدار بتخلص، تنتهي بيتقاعد، تنتهي مهامه، وحتى الآن ليس هناك من مخرج قانوني. الجلسة التشريعية لم تعقد، ما بعرف إذا بدنا نروح نحمل حدا مسؤولية، ولكن يرفض التيار الوطني الحر برئاسة جبران باسيل أنه يشارك بهكذا جلسة، وأصبح واضح هذا الموضوع. وحتى بتصريح بعض النواب يحملون الرئيس بري المسؤولية، لأنه الرئيس بري قبل انتهاء ولاية رئيس الجمهورية كانت هذه التمديد، هذا مع تمديد باقي يعني الأجهزة الأمنية والجهات، كانت من ضمن البنود، ولكن مرقوا عليها، يعني بيقدر يطلعها ينزلها يحطها، ولكن الرئيس بري لم يضعها على الطاولة. أخبرك، الرئيس بري أنا حكيت معه من 10 أيام، وقعدت أنا وياه وحكيت بالتحديد بموضوع اللواء عباس، لأنه أنا عينته بمرسوم وقت كنت أنا وزير للواء، واللواء ما فيش لزوم نحكي عنه مين هو عباس إبراهيم، عم بحكي مش من هلا، اللواء عباس إبراهيم من وقت أيام الرئيس رفيق الحريري كان يتكل على اللواء عباس إبراهيم يلي كان بعده برتبة رائد ومقبول من كل الطوائف. وأنا بقول لك إنه الرئيس بري متحمس لحتى يعني أنا ما فيني أقول لك إنه مش متحمس، أكيد متحمس للواء إبراهيم، بس بدي أقول لك وعدت أنا واللواء إبراهيم نعم كمان قبل ما أروح لعند بالنهار زيته، قبل ما أروح لعند بقول لي، وأنا رح أكد لك إنه اللواء إبراهيم إذا المخرج مش قانوني هو لن يقبل فيه. ورح أقول لك أكثر من هيك، إنه إذا حس إنه من هلأ ليومين عم انه بكون تكوعوا من هون ومن هون وترقعوا لي اياها نتفي من هون ونتفي من هون، هو رح يعلن قبل 3 الشهر انه انا ما بدي، اديت خدمتي، اديت امانتي للدوله اللبنانيه وانا بشكركم، وراح يروح بكرامه كامله ومال. يعني الحديث عن انه معقول يكون مستشار لن يقبل بها؟ لا 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 لا، سالته قال لي ولا ممكن. وانا اخي انا ما بقبل له اليوم عنده الصحف. عند بدي لك شغل. نعم، هلا هو بالنهاية عنده مستقبل سياسي، وعم نحكي إذا ترشح على النيابة والرئيس بري ما بده بقى يعمل نائب، يعمل رئيس مجلس نواب، الأفضلية اليوم ويمكن اللي ظاهر أكثر هو اللواء إبراهيم. ولكن ها هي المشكلة مع الرئيس بري، ما عنده، لكن مش ها هي المشكلة، إذا بدك تعمليها هي المشكلة. لا مش أنا، هذا ما يحكى من معلومات إنه الرئيس بري يمكن أخر ببحث هذا البند أصلاً لتروح وميعها، لأنه هناك حظوظ أكثر للواء عباس إبراهيم إنه يكون رئيس بالعكس مجلس النواب. بالعكس، إذا مدد له مجلس النواب لثلاث سنين سمعة؟ طب شو بيكون أحسن للرئيس بري ولا أحسن للواء إبراهيم؟ بيكون أحسن للرئيس بري. بس هلأ اللواء إبراهيم تحرر من هالموضوع هذا وبده يتحضر ويتجهز انه يعمل لي. انا عم بقول انا ما بعرف هلا هو شو بده يعمل. نعم، ولكن انت تواصلت معه اليوم، ما زال الموضوع، ما حكيت انه بدك تترشح على النيابه ولا لا، ولكن بموضوع انه ما رح يقبل يكون مستشار. ولكن في حال الرئيس ميقاتي اللي واضع فريق قانوني لدرس المخرج القانوني لا يطرحها بجلسه نهار الاثنين الحكومه، وما زال هذا الفريق القانوني يدرس الموضوع بطريقه انه ما يكون في طعن، برأيك اللواء عباس إبراهيم سيقبل أي مخرج قانوني تقدمه الحكومة؟ إذا ما في طعن، ورح يسأل اللواء إبراهيم قبل ما يبعثوا، قبل ما حدا يطعن رح يسألون إنه هذا القرار جاوبوني هلأ في طعن ولا ما في طعن قبل ما حدا يتقدم، إذا قالوا له مش قانوني رح يرفضوا. نحن رح نكون فاصل إعلاني ونتابع بعدها الحدث، طبعا مواضيع كثيرة من الرئاسة إلى خلاف التيار الوطني الحر وحزب الله وغيرها من المواضيع، ابقوا معنا. برحب فيكم من جديد مشاهدينا وبتابع حلقة الحدث مع وزير الداخلية والبلديات السابق العميد مروان شربل. أهلا بك من جديد عميد، أنت مرشح لرئاسة الجمهورية. إيه شو يعني؟ عم بسألك. أنا مش مرشح. مرشحينك لأنه ما في
ما في نص بالدستور انه لازم اترشح، او النص ذاته اللي موجود لا يترشح لمجلس النواب او للنيابه. وانك فتحتي هالحديث، انا بدي صرت قلت قبل بمره وقلت لك اياها وقت اللي كنا عم بحكي انا وياكي. نعم. طيب خيي هذا لازم يكون في ترشيح، وترشيح منصوص عنه اما بالقانون او بالدستور. بالدستور ما فينا نعدله ماشي الحال، بس نحط قانون نقول اللي بده يترشح مفروض يجيب لنا او يكون يتمتع بنفس المواصفات اللي بيتمتع فيها المرشح لمجلس النيابه. هاي مذكوره بالدستور. نعم. بس بالنسبه لرئيس الجمهوريه، طيب انا انتخبتوني رئيس جمهوريه وما قدمت لكم الاوراق، طيب النائب اللي بيترشح او الشخص بيترشح بيقدم سجل العدلي، بيقدم كل شيء لوزاره الداخليه وبينظروا له فيه وبيشوفوا اذا عنده اسبقيات عاطله بيقولوا له ما تاخذنا انت ما فيك تترشح. طيب انا انتخبوني رئيس جمهوريه وطلعت انه في علي ملاحظه بالسجل العدلي انه مش دافع فاتوره الكهرباء او فاتوره التليفون. في كثير هلا من الزعماء مش دافعين لا فاتوره كهرباء ولا فاتوره تليفون. بيسقط الترشيح؟ كيف لهم عين ينتخبوني انا رئيس جمهوريه وعلي هالملاحظه؟ هاي الملاحظه لازم يعرفوها قبل ما ينتخبوني. كيف بيعرفوها؟ لازم يطلع انه يقول انه لازم يترشح الشخص ويقدم اوراق لمجلس النواب من سجل العدلي ومن غيره، وشو متعلم وشو عنده امكانيه. هالامور كلها هيدي اللي موجوده، هيدي لازم تعمل. اذا في تسويه ها وبيوقفوا بدرب الترشيح؟ لا يعني. اذا في تسويه، ما في تسويه. اذا ما تقولي لي في تسويه، اذا في صفقه لا. ما بريد اسمع كلمة تسوية. صفقة. إذا في صفقة هذا كله بيمرق ما عنده مشكلة. نعم. هذا الدستور كله بيروح، ما له معنى، مش موجود هذا الدستور. إذا في صفقة بينسوا أنه في دستور. لا يا خي نحن ما عنا دستور. لو عم تحكينا بالقانون، خي ما عنا قانون. مين قال لك هذا مش مزبوط؟ يعني معقول إذا تمت الصفقة مثل ما عم بتقول حضرتك ولم يكن هناك تعديل دستوري مثلا لقائد الجيش انه يلاقوا له مخرج قانوني؟ هلا هاي صعب اليوم بهالايام، هاي لانه على ايام الرئيس سليمان صار في تفاهم بالدوحه. نعم. وصار وكان وفي دول حضرت، امريكا، قطر، السعوديه، مصر، كلهم مع اللبنانيين اتفقوا على انتخاب الرئيس ميشيل سليمان. يعني كان في انتخاب 99%. نعم، ولكن كان في تسوية تحت الطاولة مع توزيع أدوار وتوزيع صحيح. مصالح. صحيح. هلا ما في ولا واحد عليه تسوية. حتى لو الخارج قال أنا بدنا فلان الفلاني، هذا الفلان الفلاني مش مأيد 100% من هون. مشان هيك اللي هني ضده بيوصلوا على مجلس النواب بيقول بدنا تعديل الدستور. نعم. تتعدل الدستور بدك 86، وما وبتحدى أنا أي نائب بيسترجي يقول. والسعودية موجودة ومبارح عملت لهم مهرجان بالأونسكو يقول بدنا نعدل الدستور. وخلافات السعودية ومتى مع السوريين بديك الأيام لما كانوا يعدلوا الدستور لشخص. نعم. واحد عدلوا للرئيس الهريوي الله يرحمه وللرئيس أمير لحود. يلي أنا بعرف أنه الرئيس أمير لحود كان رافض، عن جد كان رافض، بس أصر يومتها الرئيس حافظ الأسد أنه يجي يتمدد له. بعدين وين الخيانة بحق الدستور؟ انك تعدلي كرمال شخص. بيتعدل الدستور كرمال مصلحة عامة، كرمال موضوع معين بخص الجميع. انا ما عم بحكي انه حيث قائد الجيش هلا موجود، انا هذا الكلام زيته حكيته وقت اللي كان الرئيس امير لحود، وانا قلت وقت اللي انا كنت ضابط انا لن اقبل بتعديل الدستور. قبل ما نعدل الدستور خلينا هون هذا الموضوع حكيته مع الرئيس بري. نعم. خلينا نفسر الدستور. نحن شو خلافاتنا اليوم بين بعضنا؟ كل واحد فاتح دكانة على حسابه بتفسير الدستور. نعم. وأكبر دليل هلا 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 المادة يلي بتحكي عن 74، مادة 74 عن اجتماع مجلس النواب، هل يشرع فقط وبعدين بينتخب أو هل ينتخب رئيس جمهورية؟ طيب هاي وحدة. المادة 49 يلي بينتخب بالثلثين، هل 86 بضلوا حاضرين ولا لا؟ وهالموضوع طرحه الرئيس حزب الكتائب نائب سامي الجبيل. نائب سامي الجبيل. طيب وغيره المادة 95. أنا إذا بقرا لك المادة حو الدستور معي، إذا بقرا لك المادة 95 بتضحكي.
أول خمس أسطر بيقولوا إلغاء الطائفية السياسية، وبنفس المادة سابع سطر إلغاء الطائفية. طب خي قرروا الطائفية السياسية ولا الطائفية؟ طب حيرتونا. أنا يومتها أنا سألته للرئيس حسين الحسيني حول المادة 95، قال لي هذه سقطت سهوا. أوف. عم بحكيك إجا وبعث لي كتاب إنه لا هذه نحن بنقصد فيها طائفية سياسية. طائفية سياسية. طيب أنا وعن جد ومن مجلس النواب أناط له صلاحية تفسير الدستور وشلتوه من المجلس الدستوري. نعم. طيب خي عدوا فسروا لنا هالدستور واتفقوا على معنى واحد، على تفسير واحد، ساعتها منقول والله صار عندنا دستور مفروض نبلش بتطبيقه من الألف للياء. هلا أثناء التطبيق، أثناء التطبيق مع التفسير اللي نحن اتفقنا عليه، أي مادة بحاجة لتعديل منعدلها، أي مادة بحاجة لتطوير منطورها، أي مادة بحاجة لإلغاء منلغيها. شو هالحكي؟ نعم. طب إذا هلا إذا بدك تجي تعدلي المادة 95، بكم ببيع لقوا مع بعضهم؟ طب فسروها قبل ما تعدلوها. اليوم الدستور رايح ضحية المشرعين في مجلس النواب. كان هناك اجتهاد سياسي. نعم، كنا عم نحكي أنا وياك كمان قبل أنه هناك اجتهاد للوزير طبارة بفترة ولاية الرئيس أو قبل ولاية الرئيس ميشيل سليمان، بتحكي عن قيادة الجيش وأنه نقدر نروح على بدون تعديل دستوري في حال مرور 6 أشهر من الفراغ. وأيضا كنت عم بحكي معك وقبل مع ضيف من هون بالستوديو وقت حضرتك حكيتنا وسألت إذا خلصت ولاية قائد الجيش ب 1/1/2024 بعدها في يعني قريب يعني بالنسبة للمهل اللي عم ناخدها وحتى انتخاب الرئيس ميشيل عون قريبة صارت السنة، هل يمكن انتخاب قائد الجيش؟ أول شيء بدي بلغي أنه الوزير بهيج طبارة سحب لأنه الاجتهاد تبعه ما بعد الانتقادات الكتيرة، لأنه ما مش مزبوط كلامه، ما بيحق له يحكي هالكلام. المادة 49 أنا جايب لك إياها بالفقرة الثلاثة. نعم. كما أنه انتبه، كما أنه لا يجوز انتخاب القضاة وموظفي الفئة الأولى وسائر الأشخاص المعنويين مدة قيامهم بوظيفتهم وخلال السنتين اللتين تليان تاريخ استقالتهم. يعني أنا اليوم استقلت بدي أنطر سنتين لحتى أقدر أترشح على رئاسة الجمهورية، مش استقيل قبل ما قبل ما تخلص مهلة رئيس جمهورية، ما لها علاقة. هلا يمكن أنا أمضي فل قبل ما تخلص مدة رئيس جمهورية ب3 سنين. نعم. بحق لي أترشح، بس أنا ما بحق لي أترك وظيفتي، ما بحق لي أترشح إلا لما بترك وظيفتي وخلال السنتين ما بحق لي أترشح. هذا من كيف اللي صار واللي عمله بهيج طبارة على أساس شو؟ هل إنه الدستور؟ بعدين بدي أقول لك شغلة، لكن شو بتقول المادة 75 يا عمي؟ والله العظيم يعني في شيء في استباحة للدستور على كل حال. طبعا هلا إذا المادة 75 نعم، إن المجلس الملتئم لانتخاب رئيس جمهوري يعتبر هيئة لا مش هذا، هي المادة 74 إذا خلت سدة الرئاسة بسبب وفاة الرئيس أو استقالته أو بسبب آخر، هلا بنشرح شو السبب الآخر، سبب الآخر معلق برئيس الجمهورية مش معلق بمجلس النواب إنه ما انتخبنا رئيس جمهورية، مجلس النواب مفروض ينتخب رئيس جمهورية خلال شهرين، هيك الدستور قايل. أما إذا مات رئيس الجمهورية واستقال رئيس الجمهورية هالأسباب معلقة برئيس الجمهورية، يجتمع رئيس حكما وفورا بحكم القانون. نعم. يجتمع وننتخب رئيس جمهورية بحكم القانون. أي قانون؟ يعني بحكم المادة 49. شو بتقول المادة 49؟ نعم. لازم كل واحد يقدم استقالته قبل بسنتين. نعم. هذه المادة 49. يعني كأنك تسقط ترشيح قائد الجيش اللي هو ما ترشح ولكن اسمه هو من أهم الأسماء، هو والوزير السابق سليمان الفرنجي. أنا ما عم بحكي ضد قائد الجيش. لا عم نحكي قانون. أنا عم بحكي مش بس قائد الجيش،
عم بحكي ضد رياض سلامه، عم بحكي ضد رئيس مجلس القضاء الاعلى، عم بحكي ضد اي موظف بالفئه الاولى. مش بدي احصر الكلام بقائد الجيش، اي موظف في الفئه الاولى. هلا حكيت مع الرئيس بري بالموضوع؟ لا ما حكيت برئيس الجمهوريه، مع رئيس الجمهوريه. لا قصدي بفكره انه في خرق للدستور بعد ما انتخبنا، وبقى يعني بيظل شهرين حضرتك. يا ستنا والله عن جد الماده 73 بتقول في حال خلو سدنا غيرها، نعم، في حال خلو سدة الرئاسة لأية علة كانت تناط الصلاحية بالتكليف لمجلس الوزراء. نعم. طيب هذا المشترع شو بيفكر؟ انه بنقعد سنتين ونص ما في رئيس جمهورية؟ حتى ما نفكر نحن هيك، نعم، ما يفكر مجلس النواب هيك. قال له لا يا حبيبي، بدك تنتخب رئيس جمهورية خلال مهلة شهرين. نعم. أعطاه مهلة، وهي المهلة مش للحس إنه خلاص شهرين ماشي الحال، لا، أكد إنه مش للحس، لمن بيقول لك إنه بآخر 10 أيام من مهلة الشهرين يجتمع مجلس النواب حكماً لانتخاب رئيس الجمهورية. وين احترامكم للدستور؟ يعني أنت مع النواب اللي مع تصميم الآن بمجلس النواب لا إنه يتم الانتخاب؟ أنا ضد كل النواب اللي ما انتخبوا. هلا في منه نزلوا وسموا ضد الورقة البيضاء، ضد الورقة البيضاء، وفي منه حطوا الورقة البيضاء. أنا ما بدي أدخل بهالتفاصيل، نعم، ما بدي أعمل. أنا اللي بدي أقول إنه مفروض مجلس النواب ما يطلع قبل ما ينتخب رئيس جمهورية. بدنا نفوت على الأسماء، ولكن قبل ذلك أنت تهربت من السؤال. الأحاديث في الآونة الأخيرة إنه أكبر مرشحين أو أكثر مرشحين هن الوزير السابق سليمان فرنجي وقائد الجيش جوزيف عون، حتى الآن عم بيتراجع حظوظهم والاتجاه نحو مرشح ثالث. وكل ما نقول مرشح ثالث وبعيد يأتي اسم مروان شربل، هل مروان شربل يقبل بتسلم رئاسة الجمهورية إذا طرح اسمه؟ لك بدي أقول لك شغلة، نفس الشيء اللي طبقته بوزارة الداخلية بالظروف الأمنية الصعبة بدي طبقه بالرئاسة. بلش من حلفان اليمين، نعم، وعم بحكي جد. وبكرة إذا صارت، ما بعرف إذا صارت، عم ينحكى معك بالموضوع. هلا ما بعرف بدي أقول لك إذا صارت تبقي تذكريني وبتقولي لي هذا الكلام اللي حكيته عكس ما انت قلت قلتها، نعم، هون عندكم قبل مره. حلفان اليمين، عمي انا حلفت اليمين وقت تخرجت ضابط، نعم، وشفت اني لما بقيت بحلفان اليمين ربنا حماني، عم بحكي من ناحية الايمانيه، وخلى الناس تحترمني وتحبني لاني ما خلفت القانون، وهالشيء طبقته على اولادي. واكثر من اكزامبل بعطيكي شو عملت باولادي، نعم، اكثر من اكزامبل. لما بحلف اليمين انا احلف بالله ان احترم دستور بلدي وقوانين بلدي واحافظ على 10400، هذا بدي طبقه على نفسي. نعم. اذا ما طبقته على نفسي ما فيني طالب غيري ليش مش مطبقه. يعني بطلع على القصر، هي اهم شيء، نعم، بدي احترم الدستور، شو بيقول الدستور بدي امشي. يعني رح يصير عندك كثير مشاكل. لا عم خبرك، بس انا اذا بدنا انا نقرش على الوضع السياسي. هلا في عندي برنامج واسع، حاطط برنامج لرئاسة الجمهورية. طبعا طبعا ما انا كل ماروني حاطط، مش بس انا، كل ماروني حاطط. يعني انت مرشح للرئاسة؟ انا يا ريت طرح الترشيح، يا ريت. في منهم بسمعهم بيقولوا يا خيي اطلعوا ترشحوا، يا خيي الدستور ما بيسمح لي، ما في شيء بالقانون بيسمح لي. نعم. لا ميشيل سليمان مع حفظ الالقاب ترشح، نعم، هن ولا الجنرال عون ترشح، ولا امين لحود ترشح، ولا الياس الهراوي ترشح، ولا حتى فؤاد شهاب ترشح، نعم، ما حدا ترشح، نعم، هيك الدستور اللبناني. في تواصل معك بهذا الإطار؟ ما بعرف ما بدك تحكي. إذا بدنا نفوت على الأسماء، اليوم كان لافت بالأخبار، لأنه بالأخبار تحديدا أيضا، أنه باللقاء الخماسي عبر السعوديون عن رفضهم لرئيس تيار المردة سليمان فرنجية، حتى أنه المصري وقت اللي قال نحن أمام جوادين رئاسيين سليمان فرنجية وجوزيف عون وما فينا نفرض على اللبنانيين رئيس، قال فرنجية
السعودي فرنجي خارج السباق، قد ايه صحيح هذا الموضوع؟ لا اعلم، ولكن شو معلوماتك بهذا الموضوع؟ رح تجبريني سمي. انا سمعت الصديق جوني منير شو حكي، نعم. وسمعت الصديق جان عزيز شو حكي، وسمعت ابراهيم الامين هلا وقريت له اليوم، انا مشترك فيها لجريده الاخبار وكل الجرايد بيجيني، سمعت وسمعت المحللين يلي كل واحد شو بيحلل، ولا واحد اذا جمعت السته بتلاقي بنفس القري وكانهم كانوا موجودين هونيك. يا حبيبي يا حبيبي يا عيوني، اجت السفيره الفرنسيه والسفيره الامريكيه بلغوا رئيس الحكومه وبلغوا رئيس مجلس النواب، نعم. شو كان فحوى الاجتماع؟ انا استنتجت من اجتماعاتي انه لو الاجتماع كان ضابط كان طلع بيان، لحد هلا ما طلع بيان، نعم. واللي استنتجته كمان انه كانوا مختلفين مع بعضهم، مشان هيك ما كان في بيان. بقى حاج بقى نقول فلان، هلا اذا انا بحب قائد الجيش بدي اقول لهم انه السعوديه سمت قائد الجيش، واذا بكره سليمان فرنجيه بدي اقول لهم انه سليمان فرنجيه السعوديه بتكرهه. حبيبي لحد هلا ما حدا عارف مين مع مين ومين ضد مين، الا الثنائي الشيعي بيعرفوا بدهم سليمان فرنجي، بس تركين الوزير فرنجي لحتى هو يعلن ترشيحه او يقول لهم انا ما بقى بدي. ورح يصير في اجتماع قريب هلا بنحكي عنه، نعم اذا فينا نحكي عنه. بقى اللي انا اجتماع قريب انا هلا رح اقول لك بين حزب الله وبين الوزير باسيل. بدي اقول لك شغله، خلينا نوقف. لا قبل بدي كفي لك عن السعودية، قلت انه انا ما بدي، نعم ما بدي سليمان فرنجي، اذا ما بدها سليمان فرنجي، هل انه هي السعودية، هل السفير السعودي ضحك على الوزير الفرنجي؟ وانا كنت بالاونسكو وقت اللي كانوا عم يتعالج موضوع وعم بيحكوا عن موضوع الطائف، نعم. واتفاق الطائف والدستور، كان قاعد بالمقدمة وكان قاعد حد رئيس الحكومة اللي ترك مطاين، وانا كنت قاعد لورا، وكان المرشحين ما ساعطيك، كان المرشحين لرئاسة الجمهورية قاعدين وراء ورؤساء أحزاب قاعدين وراء الرئيس الوزير سليمان فرنجية. كيف بيصير هالعالم تخترع؟ إذا كان مزبوط السعودية ما بدها إياه، طيب يا سعادة السفير لا عم تضحك عليه للوزير فرنجية ولا عم بتقله، لأنه خلقت علامة استفهام وجوده، نعم. وجوده مع حزب الله، وبرر الوزير فرنجي انه انا مع اتفاق الطائف، حزب الله بيعرف انه انا مع اتفاق حزب الله. اخي حاج بقى بشرفك انه بالنهايه بدنا نكتب، وطبعا هلا الجرايد بدها تنباع، الجرايد بدها تنباع، ما بتنباع ورقه بيضاء، بدها تنباع ومعبايه. هلا شو معبايه؟ ربك بيعرف. يعني بحسب معلوماتك سليمان فرنجي لديه الحظوظ حتى الان وليس طبعا 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 لديه الحظوظ. وبدي اقول لك اكثر من هيك، الأمريكان لن يستطيعوا أن يسموا الأمريكان عبد الحديد، يعني يستطيعوا أن يفرضوا رأي جمهوري حزب الله ما بده إياه، لأنه مش خليك ليش؟ لأنه الأمريكان عندهم مصلحة إنه يكونوا على توافق مع إيران، والسعودية نفس الشيء عندها مصلحة توافق مع إيران لحتى تنتهي حرب اليمن. لكن نحكيها بكل صراحة، حجب والتقارب اليوم السعودي الإيراني، مش بقى السعودي السوري، السوري أيضا بدي أقول لك شغلة، اليوم زيارة وزير الخارجية السعودي إلى سوريا، اليوم من سيصل إلى سوريا قبل، تركيا أم السعودية؟ السعودية السعودية. أنا بتمنى أنه السعودية نرجع ونسمع بكلمة سين سين، بس سين سين ما تكون علينا نحن، وما تكون لا سين سين لمصلحة سوريا والسعودية، تركونا نحن مع السوريين خيي نعالج موضوعنا، ما حدا يتدخل معنا. نعم، يعني برأيك الحديث انه دارت الشيء السفيرة الأمريكية عندما تحدثت هي والرئيس بري بعين التيني، قالت له شو قالت له؟ قالت له كل شيء، قالت له ما عندنا مشكلة مع سليمان فرنجية، ما سموا. في حديث انه كان في هن وعم يتمشوا بعين التيني ليوصلها، جاب سيرة سليمان فرنجية وما كان عندها يعني ما سموا الفرنسيين بدهم سليمان فرنجي، انا هي معلوماتي. نعم اكيد بس بدهم اياه مع رئيس حكومه، رئيس فرنجي بيرضوا حزب الله والحكومه بترضي، ورئيس الحكومه بيرضى السعوديه. نعم، يعني مين رئيس الحكومه؟ ما بعرف مين، في طروحات لا
لأنه بالنهاية بدك الحياة. إذا واحد بيفكر رئيس الحكومة بموقعه أهم من رئيس الحكومة رئيس جمهورية. يعني هي معركة رئيس الحكومة أكثر من رئيس الجمهورية. هذا المزبوط وحاطين شماعة على رئيس جمهورية. إذن نحن عم نفتش على رئيس حكومة جديد غير نجيب ميقاتة أو مطروح الاسم؟ ما بعرف. هلأ هو عم بيقول أنه أنا عم بعمل واجباتي وبروح بالمقابلة الأخيرة. قبل ما يدهمنا الوقت المهم وما تحدثت عنه الآن، الانفجار والطلاق الذي حصل بين التيار الوطني الحر وحزب الله يؤثر بالدرجة الأولى على رئاسة الجمهورية. حضرتك أنت عم تقلي في اجتماع قريب. ما في انفجار ستنا، في جرة انكسرت، وهيدي لا التيار بده يلحمها ولا حزب الله بده يلحمها. عم بفتشوا هلا بالاجتماع اللي بده يصير على جره جديده. كيف يعني اتفاق جديد على جره جديده؟ ما بعرف امتى بده يصير الاجتماع وبين مين. انا مثل ما عرفت انه بده يصير في اجتماع، وان شاء الله يصير اجتماع، لانه عن جد نحن بهمنا انه كل المكونات اللبنانيه تتفق مع بعضها حتى نمنع اول شيء، نمنع الفوضى اللي ممكن انها تصير. نمنع التدخل الخارجي، وحاج بقى تشحدونا مصاري، وحاج بقى تدينونا مصاري تحت تجوعونا وتقولوا لنا روحوا اعملوا صلح مع اسرائيل بنعفيكم من الديون تبعكم. نحن اغنى دولة بالعالم. ولكن الاجتماع بين من ومن؟ الثنائي الشيعي وحزب الله والتيار. انا اللي عرفته انه بين الوزير جبران باسيل وبين سمحت السيد. قريبا هلا قريبا راح يصير في اجتماع قبل انتخاب رئيس جمهورية. يمكن بعد سنتين ينتخبوا رئيس جمهورية. لا هني بيعرفوا أكثر مني ومنك. نعم، ولكن في تحديد وتنسيق للقاء بين رئيس التيار الوطني. في حكي صار حكي. نعم. صار حكي. حكي لا تنسيق لقاء بين رئيس التيار الوطني الحر. بدي خبرك شغلي عن جد. نحن استفدنا من الناحية الأمنية حول هالتقارب هيدا. نعم. اللي انعمل بالألفين استفدنا كثير من الحرب 2006. لا عين الرماني لهالأمور هاي والطيوني وغيره. والطيوني نحكي بكل صراحة. نعم. أنا كمواطن عم بحكي، نحن استفدنا. نحن ما بيناسبنا، وأنا ما بيناسبنا أن يكون في تفارق بين بعضنا. وزعلت وقت اللي صار في فراق بين القوات اللبنانية والتيار الوطني الحر. ما بيصير. ما بيصير شو ما كان. وأنا كان لومي يومتها على التيار الوطني الحر أنه خيي أنتوا كنتوا بالسلطة رئيس جمهورية، إذا بدهم هيدي الحقيبة بعطيهم إياها، وبدهم اثنين بعطيهم اثنين، بدهم ثلاثة بعطيهم أربعة. هيك بصير الوثائق. نعم، ولكن الآن هناك اتفاق مهم كسر انكسرت الجرة. قلت لي عم ببرموا على جرة جديدة. شو يعني اتفاق جديد بين التيار وحزب الله؟ يعني نوعية الجرة اللي سهلة إنها تنكسر راح يشتروا جرة جديدة معمولة يمكن من بلاستيك ما تنكسر إذا وقعت. كيف على أي أساس؟ بدون يرادوا برئاسة الجمهورية؟ لا ما في، مش موضوع. كيف؟ مش موضوع مرادات. في أهم من رئاسة الجمهورية الوضع الأمني. صحيح، ولكن على أي أساس بدون يرجعوا يجتمعوا مع بعضهم السيد حسن نصر الله والوزير باسيل؟ ما رح يقبل الوزير باسيل أنه ينتخب الوزير فرنجي. نعم. ورح أقول لك ليش. لا سليمان فرنجي محفوظ الألقاب، لا سليمان فرنجي ثلاثة، وسمير جعجع وجبران باسيل. مصيبتنا نحن كموارنة انه ثلاثتهم من نفس المنطقة. من الشمال. من نفس المنطقة، من نفس لائحة الانتخاب. نعم. يعني كل واحد منهم بفكر انه إذا أجى رئيس جمهورية بده ياخد ناخبينه. نحكي هيك بقى، يمكن هذا الكلام ما حدا بيحكي بس أنا بدي أحكيه. ولكن هذا واقع. هذا الواقع. بس بعدك معه عم تعطيني إياهم بالقطارة، هذا الاتفاق، هذا اللقاء وضع على الطاولة رح يصير. مش لينتخبوا رئيس جمهورية. لشو؟ لكن يمكن تتحلحل نوعاً ما إنه أوكي في اثنين ثلاثة بأيدوا الوزير الفرنجي ما في مشكلة، وأعلن عنا. يعني اللقاء للتيار الوطني الحر يعطي اثنين ثلاثة منه، بس مش لا يستفيد الوزير باسيل انه بيجي هو بتعطوني كذا وكذا. لا، من يريد هذا اللقاء وحلحلة الامور من جديد وشراء جرة جديدة بلاستيك؟ انا غير، نحن غير الامن بلبنان. ولكن مين من الطرفين بهمه انه العلاقة ما تنكسر؟ مين الخسران من كسر هذه العلاقة؟ مين الخسرانين؟ مشان هيك اثنينهم عم بيحاولوا يظبطوا الامور. مين عم بيظبط هذا اللقاء؟ ومسؤول الارتباط وفيق صفا. ما بعرف، بس انا اللي بعرف انه عم بيصير فيه، وان شاء الله يصير فيه بين
سمير جعجع وجبران باسيل، بين سليمان فرنجية وجبران باسيل وسمير جعجع، بين حسن نصر الله مع حفظ الألقاب وجبران باسيل، لك ليش لا؟ بين المساحبين بين البطرك شال ايده خلص. حتى بتمنى انا بحلم انه يجوا القوات اللبنانية وحزب الله يجتمعوا مع بعضهم، لك والله العظيم حرام بقى نختلف على مواضيع على امور البلد كله رايح، نحن كلنا بهالسفينه ومقدوحه عم ينزل فيها مي، والله كلنا ما حدا بيعرف يسبح، وحدا يفكر انه هو اذا غرقت رح يسبح ويوصل على الشط، كلنا رح نروح. نعم. والشاطر وربنا بيكتب له اسمه بالتاريخ، مش حي الله، ربنا بيكتب له اسمه بالتاريخ انه انت كنت المنقذ اللي بيبادل او اللي بيبادر على هاي. في احلى منا؟ شو بدي انا احلى منها؟ نعم بلد لك كلنا 4 مليون ولك كلنا 10,000، ما بطلع 3 بنايات بالصين، لك شو هالحكي ها؟ لك شو هالحكي؟ بنختلف على طور البنايه وبنختلف على خفير بالجمرك، قول بلا يمكن نختلف على خفير بالجمرك، نختلف على أقل حتى. أنا بدي أشكرك العميد مروان شرب الوزير الداخلية والبلديات السابق، بشكرك على هذه الحلقة. بهذا نأتي إلى ختامة، على أمل أنه الحلقة الجاية يكون في عنا رئيس جمهورية أو تكون أنت رئيس الجمهورية إن شاء الله، مين ما كان يجي حتى نساعده ونمشي نحن وياه سوا، إن كنت بحبه أو ما كنت بحبه، لأنه هيدا رئيس جمهوريتي بدي له التحية ومنخدمه، وشو بده مساعدة نحن جاهزين، مين ما إجا يجي. شكرا لك. مشاهدينا بهذا نأتي إلى ختام حلقة الحدث لهذا اليوم، شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.